آلام الظهر موجودة بكثرة في خلف الفروسية وليها أسباب متنوعة وكثيرة. هنتكلم النهاردة على سبب واحد بس اللي هو ممكن يكون عندي عرج مزمن في أحد الرجول الأمامية أو الرجول الخلفية، والحصان بيبدأ يستخدم الجانب السليم بقوة عن الجانب المصاب، فبالتالي يحصل لي هايبرتروفي في عضلة الملتفدس مصل اللي بتدعم الظهر من عند الحارك لحد الكفل، ويحصل لي أتروفي في الجانب المصاب أو الجانب الآخر، وبالتالي الفارس بعد وقت بيشتكي إن في جانب أضعف من جنب آخر. وظيفتنا هنا بالسونار إن احنا نبدأ نقيس حجم العضلة ونقارن الجانب الأيمن بالجانب الأيسر، وأثناء العلاج نتأكد إن الإبرة بتاعتنا والدواء دخل مظبوط جوه العضلة أثناء العلاج لتقويتها بصورة سليمة باستخدام السونار.